هاي تصفيات سياسية مثلا. هسه انقلبت الدنيا على هاي البنية، شنو مثلا البنية؟ الناشط المدني، انا اسال سؤال، شو البنية البنية هي بغض النظر الكل 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 لا لا هو صار فد لغط، اسمع من عندي زين. اليوم الناشط المدني اللي يمثل الدولة، يمثل الحكومة، يمثل رأي الشعب، ايش عنده رايح يمثل السفير القنصل الامريكي؟ شكو يا اخي، يروح للقنصل، يروح للسفير، انت هم رحت؟ ها انت هم رحت؟ عشان ما انا ما احكي عن نفسي، انت هم رحت لا انا ما اتحد. لا انت هم رحت السفراء، انت مستحيل. ما رايح ذاك الرجال انت؟ ثلاث دورات لا 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 بالمناسبه ما رايح ذاك الرجال، قول الرجال منو؟ لا لا انا حتى قلت لا لا انت الرجال، افترض انا اسمع مني اسمع يا اخي بس خلني اقول لك، افترض اليوم قلت الرجال منو الرجال؟ افترض انا راح اقول لك، افترض انا عندي شغله بالسفاره الفلانيه ورحت انكتل يعني جزائي؟ لا 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 انا اليوم انا اتحداك اذا انا رايح لا رجال ولا سفاره، لا مو انت بس هو